كم الاستفهامية وكم الخبرية من أسهل الدروس اللي موجودة في المناهج بتاعتنا على الإطلاق، وكمان لا يخلو منهم امتحان لغة عربية. فحرام عليك لما تضيع درجة أو درجتين على درس سهل ما ياخدش منك في المذاكرة أي وقت ولا أي مجهود. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كم الاستفهامية وكم الخبرية ونعرف إزاي نفرق بينهم. أولاً كم الاستفهامية؟ محتاجين نعرف في كم الاستفهامية وإن شاء الله في كم الخبرية حاجتين. أول حاجة، كم الاستفهامية تسأل عن عدد غير معروف وتحتاج إلى جواب؟ كم الاستفهامية تسأل عن عدد غير معروف وتحتاج إلى جواب؟ يعني إيه مثلاً؟ يعني مثلاً لو قلنا كم مدينة شاهدت؟ كم مدينة شاهدت؟ طيب ده سؤال، أنا بسألك كم مدينة شاهدت؟ يعني أنا عايز أعرف منك عدد المدن اللي أنت شاهدتها أو عدد المدن اللي أنت زرتها، يبقى أنا كده بسألك عن عدد، يبقى هي تسأل عن عدد. طيب أنا مش عايز منك جواب؟ أه عايز منك جواب، يبقى أنت تقول لي مثلا 5 مدن أو 10 مدن، يبقى كم الاستفهامية تسأل عن عدد؟ أنا سألتك عن عدد المدن وأنت قلت لي مثلا 5، أخبرتني بالجواب، يبقى تسأل عن عدد وتحتاج إلى جواب. كم الاستفهامية تسأل عن عدد وتحتاج إلى جواب؟ دي أول حاجة عايزين نعرفها في كم الاستفهامية، ودي مش أهم حاجة خالص. أمال إيه أهم حاجة؟ أهم حاجة هي الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها، وهي نوع تمييز كم الاستفهامية. نوع تمييز كم الاستفهامية، لأن ده المحور اللي بيسألك عليه في الامتحان، أو معظم الأسئلة بتيجي على تمييز كم، سواء كم استفهامية أو كم الخبرية. طيب إيه هو تمييز كم الاستفهامية؟ كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، مفرد منصوب. لو أنت خدت بالك في المثال اللي إحنا قلناه الأول، كم مدينة شاهدت، كم مدينة شاهدت، بص على الكلمة اللي بعد كم، هتلاقي كلمة مدينة اسم مفرد منصوب، ده تمييز منصوب، يبقى تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب. طيب تعربه ازاي؟ عادي جدا، هو مفرد منصوب هتقول تمييز منصوب بالفتحة، تمييز منصوب بالفتحة، يبقى كم مدينة شاهدت تمييز منصوب بالفتحة. يبقى أنا لما أقول لك كم مدينة شاهدت أنا كده سألتك عن عدد أنا مش عارفه ومحتاج منك جواب، يبقى تسأل عن عدد وتحتاج إلى جواب، وتمييزها مفرد منصوب. كم مدينة شاهدت مدينة تمييز منصوب بالفتحة، يبقى تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب. طيب مثال تاني، يعني مثلا لو قلنا كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، انا بسألك عن عدد الكتب اللي انت قرأتها، يبقى كم الاستفهامية تسأل عن عدد، هتقول لي مثلا قرأت 10 كتب، يبقى انت كده اخبرتني بعدد الكتب اللي انت قرأتها، يبقى تحتاج الى جواب، يبقى كم الاستفهامية تسأل عن عدد وتحتاج الى جواب. طيب كم كتابا قرأت، تعال بقى نعرب التمييز بتاعها اللي هو كتابا، كتابا ده تمييز منصوب بالفتحة، تمييز منصوب بالفتحة، يبقى كم الاستفهامية تسأل عن عدد وتحتاج إلى جواب، وتمييزها مفرد منصوب. طيب هو أنا كده عرفت كل حاجة عن كم الاستفهامية؟ هو تقريبا أنت عرفت كده 95% عن كم الاستفهامية، بس في حاجة بسيطة كده اللي هم 5% الباقيين ولازم تعرفها برضو عشان ما حدش يتفزلك عليك أو يجيب لك سؤال أنت ما تعرفوش. إحنا قلنا تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، هو دايما مفرد منصوب؟ لا مش دايما مفرد منصوب، بيتغير؟ أه بيتغير. طيب إمتى يتغير؟ يتغير لو كم جه قبلها حرف جر. لو كم الاستفهامية جه قبلها حرف جر يبقى تمييزها مفرد مجرور، خد بالك هو غالبا مفرد منصوب، بس لو جبت حرف جر قبل كم يبقى تمييزها مفرد مجرور. مثال، يعني مثلا لو قلنا بكم جنيه اشتريت هذا الكتاب، بكم جنيه اشتريت هذا الكتاب، انا كده بسألك عن عدد الجنيهات اللي انت اشتريت بيه الكتاب ده، يبقى دي كم استفهامية. طيب احنا بنقول بكم جنيه اشتريت هذا الكتاب، بص على كم هتلاقي سبقها بي، بي بي ده حرف جر. طيب لما يدخل على كم حرف جر يبقى تمييزها مفرد مجرور، بكم جنيه اشتريت هذا الكتاب، يبقى كلمة جنيه ده تمييز مجرور بالكسرة. يبقى تاني بقى ملخص لكم الاستفهامية، تسأل عن عدد غير معلوم وتحتاج إلى جواب، وتمييزها مفرد منصوب غالبا، وقد يأتي تمييزها مفرد مجرور إذا سبقت كم بحرف جر، إذا سبقت كم بحرف جر يأتي تمييزها مفرد مجرور. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كم الاستفهامية. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله وهي كم الخبرية. احنا قلنا في كم الاستفهامية تسأل عن عدد وتحتاج إلى جواب، اعكس تماما، كم الخبرية هي اسمها كم الخبرية، يبقى تفيد الإخبار بكثرة العدد ولا تحتاج إلى جواب. كم الخبرية من اسمها تفيد الإخبار بكثرة العدد ولا تحتاج إلى جواب. يعني لو أنت حسيت من سياق الكلام إن الجملة بتوضح كثرة العدد يبقى دي كم خبرية على طول، يبقى كم الخبرية تفيد الإخبار بكثرة العدد ولا تحتاج إلى جواب. تعال نشوف مثال، يعني مثلا لو قلنا كم من كتب في المكتبة،
كم من كتب في المكتبة؟ طيب هو من سياق الجملة كده أنا بسأل عن عدد الكتب اللي في المكتبة؟ لا، أنا بقول كم من كتب في المكتبة. أنا كده بوضح كثرة الكتب اللي في المكتبة، دي جملة توضح كثرة العدد. يبقى كم من كتب في المكتبة دي كم خبرية تفيد الإخبار بكثرة الكتب اللي في المكتبة اللي هو كثرة العدد، ولا تحتاج إلى جواب. أنا مش محتاج حد يقول لي في كم كتاب في المكتبة، لا، أنا بقول كم من كتب في المكتبة، أنا بوضح بالجملة دي كثرة عدد الكتب اللي في المكتبة. يبقى كم الخبرية توضح الأخبار بكثرة العدد ولا تحتاج إلى جواب. طيب برضو دي مش أهم حاجة، أهم حاجة زي ما قلنا في كم الاستفهامية هي التمييز بتاعها. طيب تمييز كم الخبرية إيه؟ تمييز كم الخبرية إما مفرد مجرور أو جمع مجرور. تمييز كم الخبرية إما مفرد مجرور أو جمع مجرور. أكيد جه في دماغك سؤال دلوقتي، أنت قلت فوق تمييز كم الخبرية يمكن أن يأتي مجرور، وهنا بتقول تمييز كم الاستفهامية يأتي مفرد مجرور أو جمع مجرور. طيب أفرق بينهم إزاي بقى؟ هنا مفرد مجرور وهنا مفرد مجرور. أقول لك تفرق بينهم إزاي. إحنا قلنا فوق في كم الاستفهامية تمييز كم الاستفهامية مفرد مجرور لو سبقت كم بحرف جر، يعني ما يجيش مفرد مجرور كده لوحده، لا، لازم كم تسبق بحرف جر. تمام. اما تمييز كم الخبريه هو اصلا طبيعي مفرد مجرور او جمع مجرور. طيب تعال نشوف مثال. يعني مثلا لو قلنا كم كتاب في المكتبه، اهي نفس الجمله اللي فوق خلي بالك، بس فوق كانت كم كتابا في المكتبه، كان اللي فوق كتابا ده اسم منصوب، ده اسم منصوب، يبقى ده تمييز منصوب بالفتحة، يبقى اللي فوق كم استفهامية تمييزها مفرد منصوب. طيب احنا بنتكلم في كم الخبرية بنقول كم كتاب في المكتبة، التمييز بتاعها ده مفرد مجرور كتاب، يبقى دي كم خبرية والتمييز بتاعها مفرد مجرور. يبقى كم كتاب في المكتبة، كلمة كتاب ده تمييز كم الخبرية ويعرب تمييز مجرور بالكسرة، تمييز مجرور بالكسرة، يبقى تمييز كم الخبرية اما مفرد مجرور واما جمع مجرور. طيب مثال تاني، لو قلنا مثلا كم من كتب في المكتبة، كم من كتب في المكتبة. طيب كلمة كتب زي ما انت شايف ان كلمة كتب دي جمع مجرور، يبقى دي كم خبرية وكلمة كتب تمييز مجرور بالكسرة، كلمة كتب تمييز مجرور بالكسرة. يبقى احنا كده عرفنا ان كم الخبرية تفيد الاخبار بكثرة العدد ولا تحتاج الى جواب، وتمييزها اما مفرد مجرور واما جمع مجرور. طيب مقارنة بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، احنا قلنا كم الاستفهامية تسأل عن عدد غير معروف، اما كم الخبرية تفيد الاخبار بكثرة العدد. طيب كم الاستفهامية تحتاج الى جواب، كم الخبرية لا تحتاج الى جواب. كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب واما مفرد مجرور لو سبقت كم بحرف جر، اما كم الخبرية تمييزها مفرد مجرور او جمع مجرور، وشوفنا بالامثلة. وده كان درس النهاردة عن كم الاستفهامية وكم الخبرية والفرق بينهم وازاي تطلع نوع كم والتمييز بتاعها وازاي تعربه. واتمنى الدرس يكون عجبكم، لو عجبك الدرس ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان تدعمني وعشان الناس تستفيد، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.